أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارد من
من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق الله وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين.